نتابع هذا الملف إذ ينضم إلينا مباشرة رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين الأستاذ مؤيد اللامي. مرحبا بك أستاذ مؤيد. اليوم عقدتم أولى اجتماعات الأمن العامة للصحفيين العرب في بغداد، ما هي أبرز المحاور، ما هي أبرز المهام التي أوكلت إلى هذا الاجتماع؟ شكرا جزيلا. حقيقة اليوم اجتماع الأمن العامة كرس في مجمله لقضية غزة والشعب الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني وقضية شهداء الأسرة الصحفية الفلسطينية. لغاية الآن لدينا أكثر من 150 شهيد صحفي في غزة، أيضا هدم بيوتهم وقتل أهلهم والتدمير الحاصل الذي الجميع يعرفه. وجدنا آليات عديدة لمساعدة الشعب الفلسطيني خصوصا الأسرة الصحفية الفلسطينية في غزة، وأيضا الذهاب إلى المحاكم الدولية وعقد مؤتمر دولي عربي في أقرب وقت لفضح ممارسات الكيان الصهيوني. كان حاضرا معنا في اجتماعات الأمان العام اليوم الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، جاء من بروكسل خصيصا إلى هذا الغرض، وأيضا مشاركة في احتفالات حين الصحافة. أيضا ناقشنا قضية قبول دولة قطر في الاتحاد، قطر ليست عضو في الاتحاد، واليوم ناقشنا الطلب المقدم من قبل جمعيتها أو المركز الصحفي في قطر، وبشكل مبدئي تم قبول طلب قطر بالانضمام إلى الاتحاد العام للصحفيين العرب. سيد مؤيد، نعم قبلتم عضوية قطر، بالتالي هل هناك دول أخرى ستدخل إلى الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب؟ هم جميع الدول ممثلة في الأمانة العامة، نحن فقط جمدنا عضوية ليبيا للأسباب المعروفة. يعني الآن لا نعرف مع من نتعامل في ليبيا، مع طرابلس، مع بنغازي، جمدنا عضوية النقابة الليبية بشكل مؤقت لحين أن ينجل الموقف وتهدأ الأمور في ليبيا، حتى نعرف من النقابة التي تمثل الصحفيين الليبيين لنعيد العضوية إلى ليبيا. أما باقي الدول فجميع الدول العربية هي عضو في الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي مقره العاصمة المصرية القاهرة. طيب طبيعة التحديات العربية كانت حاضرة في الاجتماع، وبالتأكيد طبعا ملف غزة حظي بالصدارة من ناحية الاهتمام. هل هناك أي قرارات اتخذت بهذا الصدد؟ هل هناك إمكانية لاتخاذ خطوات أخرى تدعم الصحفيين في غزة وفي فلسطين بشكل عام؟ هناك خطوات متقدمة. الآن نحن نتحاور مع السلطات المصرية، واليوم أبلغت زملاء في الأمان العامة من جمهورية مصر بأن يفاتحوا المؤسسات الصحية المصرية لعلاج زملائنا الصحفيين مجانا في مصر، وكذلك وافقنا نحن في العراق أن نعالج الصحفيين الفلسطينيين مجانا، كما نعالج الآن عديد المواطنين من غزة بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء. وأيضا اتفقنا أن نذهب للشركات المتخصصة بصنع الأطراف الصناعية لكون العديد من الصحفيين أصيبوا وبترت أطرافهم، أيضا الذهاب إلى المحاكم الدولية، أيضا الضغط على الاتحاد الأوروبي والضغط على الكيان الصهيوني. واضح. أنا أشكرك جدا رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين الأستاذ مؤيد اللامي، شكرا لك، كنت معي مباشرة من بغداد.